وبنستمر في فقرة المتابعة للشكاوى. مجموعة من الشكاوى جات لنا تليفونيا أو جات لنا على فيسبوك على صفحتنا صباح دريم. بناخد أبرز وأهم الشكاوى اللي جات لنا، كل أسبوع بيكون معانا حلول. الشكاوى اللي ما بنردش عليها بيبقى لسه الفريق وأنا وكلنا شغالين عليها عشان نوصل لحلول فيها، مش مجرد إن أنا أسمع شكوى وخلاص. هي القصة مش إن إحنا نسمع الشكوى أو إن الشكوى تتقال على الهوا، القصة إن يكون في حل للشكوى. النهاردة وإحنا بنتابع لقينا في شكوى جات لنا، حد اسمه حمادة عبد السلام. أستاذ حمادة بعد بيقول إن زوجته بتشتغل مدرسة لغة عربية في شمال سيناء، وإن دي خامس سنة ليها في الشغل هناك، وإنه حاول يعمل ندب لأنه بيشتغل في مدينة بدر ومقيم في العاشر من رمضان تبعا لقانون لم شمل للأسرة، لكن الموجه العام في التربية في المديرية رفض الطلب وإنه متعسف ضده. وبيقول أنا مش عارف أعمل إيه، زوجتي وابني في شمال سيناء وأنا في الشرقية وشغله في العاشر من رمضان، هو مش عارف يعمل إيه. إحنا تواصلنا مع وزارة التربية والتعليم وعرضنا المشكلة، والمتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إن شاء الله هيقوم بالرد علينا، هيتم متابعة المشكلة دي، والحلقة الجاية بإذن الله أو خلال الأيام اللي جاية هنبلغ أستاذ حمادة بحل المشكلة إن شاء الله، وإذا كان ليه حق قانوني هياخده بإذن الله. نروح مع حضراتكم ليه حاجة تانية. أستاذ محمد عبد الفضيل بعد بيقول أنا محمد من أسيوط القصية، وهو محتاج سكن من الإسكان الاجتماعي مع 4 أولاد، الظروف مش سامحة إن السكن يكون بمبلغ، فهو ما عندوش القدرة على إنه يدفع أي مبالغ، فمحتاج سكن مجاني. الأستاذ محمد بعت لنا المشكلة أكتر من مرة، إحنا متابعين فيها وتابعنا الموضوع، وصلنا إنه كلمنا الإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي أحن على التضامن، التضامن هيعملوا له بحث اجتماعي وان شاء الله هياخد الشقه، وهنتابع لحد ما نوصل مع استاذ محمد انه استلم الشقه بتاعته باذن الله، وهيكون معانا على الهوا برضو. هروح مع حضراتكم ليه حاجه تانية. واحنا بنتكلم عن الناس اللي اخذت هرمونات حصل عندها بعض المشاكل، بنتكلم عن مدحت خد نوع من انواع الهرمونات حصل له مشكله، هنفهم حاله مدحت وهنعرف حل الموضوع ده ايه. معانا والد مدحت على التليفون، اهلا وسهلا. طيب هنرجع نكلمه تاني. مدحت عنده مشكله، ومشكله صحيه، مشكله صحيه كبيره، وان شاء الله هيكون في حل ليها، وهيكون الحل على اكتر من اتجاه. عندنا معهد الاورام شريك في الموضوع، وعندنا الدكتور محمد سيد مسعود شريك في الموضوع. معهد الاورام ان شاء الله هيكون في حل، تواصلنا بالفعل، ما بنطلعش الفقرة ونقول مشاكل مجرد شكاوى بس، لا احنا لازم يكون عندنا حل عشان المشاكل. احنا بنعرض مشاكل لكن الحلول ايه؟ فمش مجرد ان انت بتنفس عن نفسك يعني، لا المشكلة لازم نوجد لها حل، فاحنا شغالين عليها. مشكلة مدحت ان شاء الله هتتحل، مدحت هيكون في متابعة دقيقة ليه، ولو محتاج جراحة هتتعمل من خلال معهد الاورام وعلى نفقة الدولة. دي معظم الحاجات اللي جات لنا. في حاجة تانية بقى جات لنا اقول لحضراتكم عليها، موضوع كاتب رابع خاص بالنيابة الإدارية، والموضوع ده جالنا عليه رسائل كتيرة جدا. الموضوع ده احنا مش بنتكلم فيه لانه حتى الان لسه مفيش حاجة واضحة نقدر نقدمها لحضراتكم. بعت لنا ناس كتير جدا، الاستاذة منى، الاستاذة اكتر من حد بعت وبيتكلم في الموضوع ده، احنا الموضوع ده بنتابعه. اول ما ان شاء الله هيكون في حل فيه حقيقي هنتكلم، ومتواصلين مع المعنيين بالموضوع ان شاء الله. ممكن على الاسبوع الجاي يوم الاربعاء الجاي باذن الله يكون عندنا حل للموضوع ده. طيب نرجع تاني ل أستاذ والد الأستاذ مدحت، أهلا يا فندم. طيب احنا ما عرفناش نوصل له، تليفونه تقريبا مغلق او في حاجه، لكن احنا بنقول له، هو بعت لنا الحاله الخاصه بمدحت. مدحت اخذ نوع من انواع الهرمونات، حصل له مشكله كبيره، الموضوع تطور معاه، مشكله صحيه. كنا طبعا هنخليه هو والد مدحت يعرضها، احنا فقدنا الاتصال بيه، لكن المشكله دي ان شاء الله هتتحل. عندنا الدكتور محمد سيد مسعود، ده خبير التغذيه ومدير مركز معلومات الامن الغذائي، هيتكفل بموضوع ان التغذيه السليمه لمدحت هيكون شكلها ايه، لانه حصل عنده مشكله نتيجه الهرمونات اللي اخذها. الحاجه الثانيه هيكون معانا الدكتور محمد لطيف، ده مدير معهد الاورام وتعهد بعلاجه كاملا على نفقه الدوله. طيب معانا مين دلوقتي؟ طيب احنا ما عرفناش نوصل لوالد مدحت، معانا محمد، محمد مقرب من مدحت وصديق مقرب منه. اهلا محمد، اتفضل. استاذ محمد احكي لنا حاله مدحت ايه؟ ده شاب في الكويت شغال مدرب كمال اجسام،
انا مش سامعه حضرتك معلش يا استاذ محمد. استاذ محمد، طيب هم يبدو ان كلهم في مكان، الشبكه فيه ضعيفه برضو، الخط اتقطع. المهم احنا دلوقتي عندنا حل للمشكله دي، الاستاذ مدحت احنا هنتواصل كمان بعد الهواء، بالفعل احنا تواصلنا، هو في انه هيتم ارسال خطاب من قناه دريم باسم صباح دريم، وهيكون الخطاب ده موجه لمعهد الاورام للدكتور محمد لطيف مدير المعهد، وهو بلغنا انه فور ما يتلقى هذا الخطاب معاهم هيقوم باتخاذ كل الاجراءات الصحيه اللازمه، من كشف، من متابعه، من تحاليل، ولو احتاج جراحه هيقوم بها معهد الاورام، كل ده على نفقه الدوله باذن الله. دي كانت ابرز الحاجات اللي كانت موجوده معانا واللي جات لنا. منتظر دايما من حضراتكم تبعتوا لنا المشاكل اللي عندكم، احنا بنتجه بنشتغل فيها في كل الاتجاهات. لما ما بطلعش اقول ان عندنا حل للمشكله احنا شغالين فيها، وما بيقعش مننا ولا رسالة، ما بيقعش مننا ولا شكوى، كل الحاجات اللي بتجينا بنشتغل عليها. السيدة اللي كلمتنا الأسبوع اللي فات تليفونيا بخصوص ابنها اللي هي أخدت حكم بحضانته وهو كبير دلوقتي عنده 11 سنة أو 12 سنة، ووالده أخده، تواصلنا بالفعل مع وزارة الداخلية، وتواصلنا مع وزارة الداخلية بلغتنا أنه هو تم تواصل مع تنفيذ الأحكام في المنطقة اللي هي فيها، وإن شاء الله بصدد خلال أيام برضو هيكون في رد على موضوع هي ليه زوجها واخد ابنها على الرغم من ان هي واخده حكم من المحكمه بحضانه هذا الطفل لحد السن القانوني. فان شاء الله برضو الاسبوع الجاي هنقدر نقول لحضراتكم انه باذن الله الولد هيكون رجع لمامته، وان شاء الله هيكون معانا حل برضو للمشاكل اللي عرضناها على حضراتكم، والمشاكل اللي حضراتكم بتبعتوها باذن الله الاسبوع الجاي معانا معظمها حلول ليها. وباكد موضوع كاتب رابع احنا شغالين عليه الخاص بالنيابه الاداريه. استنونا بعد الفاصل فقره جديده معانا مواهب، كل يوم معانا حاجة ظريفة، النهاردة معانا مواهب من الأطفال، أطفال الأسر دعمتهم، أهلهم قووهم، هم عندهم إرادة وعندهم قوة، قدروا يوفقوا بين مذاكرتهم وبين التفوق في ألعاب مختلفة، مهارات مختلفة، هنشوف ده معانا ثلاثة منهم من أحلى الأطفال الموجودين في مصر بعد الفاصل. صباح دريم، أحلى صباح مصر.